على طول معاه حراسه في كل مكان بيروح، لكن النهارده هو رايح عيد ميلاد، فطبيعه المكان والظرف مش هتسمح له انه يكون مع نفس عدد الحراس اللي بيكونوا معاه على طول. وهي دي بقى فرصتنا يا رجاله. اول ما ينزل من باب عربيته يلاقي رصاص مسدسه بنفس صدره. توكلنا على الله. كبرتني، شايلتني الهم بدري منك لله. لسه زي القمر يا نور. زي القمر؟ هتمسح لي جوخ؟ بقول لك كبرتني، شوف لي بقى نمر الدكتور تجميله بسرعه. وانا يا نور هعرف منين نمر الدكتور تجميل؟ سيبك من الكلام ده وركزي معايا علشان عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه يا ابو شغل؟ خلاص ما بقاش ينفع. ده ناسي ان انا لسه قايمه من شلل. الف حمد لله على سلامتك. هو انا المفروض اصدق؟ يعني لو مش عشان العشره او عشان انا جوزك، عشان الشراكه اللي بينا. واحنا شركاء في ايه بالظبط؟ دي اوراق شركه مقاولات. وانا مالي؟ ما هو ده الشغل اللي انا عايزك فيه. انا خلاص ما عدتش عايزك في الشغل القديم. ايه ده؟ مصر ما بقتش محتاجاني؟ مصر ما تستغناش عنك ابدا. ده يا ستي لط خرده تبع الجيش عايزين ناخده. المسؤول عن المزاد هيبقى موجود النهارده في عيد ميلاد ابن رأفت. ما بتضيعش وقت يا اسلام. انت لسه قايلها يا نور. ليه بتجري واحنا بنكبر؟ احنا بنكبر وغيرنا بيموت. انا عندي خبر حلو ليكي. الناس اللي اخذوا البنت، انا كنت قلت لك ان هم سافروا بره مصر، هم موجودين دلوقتي في القاهره. انت بتتكلمي جد؟ اكيد بجد. طيب لو سمحت اديني عنوانها. حاضر، بس يا ريت كل حاجه تتم بهدوء، احنا مش عايزين شوشره. ماشي. خير يا سي مدحت؟ خناقة بسيطة مع نهال. هو في مشكلة لو بيت عندك النهاردة؟ عايز تبات يا عم البيت كله تحت أمرك. بس أنا مش فاهم، يعني أنت تتخانق مع نهال تسيب بيتك ليه؟ تكونوش متجوزين من ورانا وعايشين مع بعض؟ اسمع، أنا هدخل دلوقتي لوكيل النيابة واحكي له ازاي الليله عدت. الحمد لله ان الواحد كان بات عندك، كان ممكن اروح في مصيبه. وبيتك ده كان صدفه؟ ايه ده؟ ده كان بيعمل عندي ايه في الزباله؟ ما تضيعش مستقبلي وانت ما تدخلنيش النار.